السلام عليكم الحبايب ديالنا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى ربي تكونوا بخير. غادي تبداو تشاهدوا هذا الفيديو، فان شاء الله لما فيديو جديد مع قناه فوزيه وبناتها. صباح الخير عليكم المشاهدين، كتبوا حتى مزيانين بخير كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نعدلوا معكم بيني لي بيني. شاهدوا معنا الطريقه ديالنا، يمكن لكم تستعملوا حتى يدكم. المهم حنا في العجينه ديالنا عملنا تقريبا نص كيلو ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وغادي نضيف لهم بيضه واحده، كبصه ديال الملح، معلقه صغيره ديال السكر، شويه ديال السكر الفاني، خميرة الخبز على حسب الجو شي خمر لنا. صافي حنا دابا حنا جاو سخون، غادي ندير شويه ديال الماء، بعد ما تعجنت لي العجينه غادي نضيف هاد الزبده وغادي نخليها تعجن. هاي العجينه ديالنا بعد ما تعجنات، ما تكونش خفيفه وما تكونش قاصحه ثاني في نفس الوقت. صافي غادي نخليها تخمر هنايا شويه، عاد غادي ندوبش هنا العجينه، غادي ديك الزيرة نحيدو منو داك الهواء. هذا هو العجين ديالنا، مكيكونش خفيف وما كيكونش. هنا العجينة ديالنا من بعد ما سرحناها، كنسرحوها صوب مطلق ولا غير بيدنا ماشي مشكلة. صافي كيكون السمك ديالها على هاد الشكل، مايكونش رقيق بزاف مايكونش عاوتاني غليظ بزاف، تقريبا شي سنتيم ولا سنتيم ونص. نحطو هنا في المكان اللي غادي يختمر فيه، من بعد نعملو ديك. دابا غادي نشدو هاد الغلاقة باش نتقبوها من الغص. الحبيب ديالنا نتوما بعد ما كتشوفوا بعد ما قطعناه حطيناه يخمر، دابا غادي نغطيوه ونخليوه يخمر حتى يخمر. هاد المقلة ديالنا عندنا فيها الزيت كيسخن، نبداو بسم الله. Thank you.
والحبه ديالنا هنا عندنا السكر واحد فاني وحده، غادي ندير لهم هكايا باش هذا هو الشكل النهائي ديالو، رجال كيشهي باقي هنا ان شاء الله. ماشي حيتكم فيه بزاف تبارك الله، داك الله الصحة في واعر معايا بزاف. الفطور ديالنا ها البيني كيفاش جا، هو درنا واحد الحريشة نتوما كتشوفو، هو يلا الحبيب ديالنا بسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوناش بلاجيم ديالكم كومنتات زوينين، واللي باقي ما اشترك معنا في القناة فوزية وبناتها يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. مرحبا بكم معنا مره اخرى، الى اللقاء.